جديدة من مادة المعدات للصف الثاني قسم ملابس جاهزة. النهاردة هناخد أنواع المهصات الكهربائية. الحلقات اللي فاتت احنا خدنا فيها أنواع المناضد المستخدمة في فرد الطبقات القماش، وأخدنا أنواع أجهزة الفرد، جهاز فرد القماش المنسوج وجهاز فرد القماش التريكو. النهاردة هناخد مع بعض أنواع المقصات وأهمية المقصات في الخط الإنتاج. تعالوا مع بعض النهاردة نتكلم عن أنواع المقصات. أول حاجة هنتكلم عنها إيه هي أنواع المقصات الكهربائية. أول حاجة المقص الكهربائي المستدير، المقص الكهربائي المستطيل، مقص كهربائي الشريط اللي هو المنشار. دول الثلاث مقصات اللي بتبقى موجودة في الخط الإنتاجي. أغلبية المصانع بيبقى فيها واحد أو اتنين، وفي المصانع الكبيرة بيبقى فيها الثلاث مقصات. تعالوا ناخد مع بعض كده أهمية المقصات. ليه إيه هي أهمية المقصات الكهربائية في الخط الإنتاجي؟ بقول إن المقص ده، وجود المقص الكهربائي بيعمل على إيه؟ بيعمل على توفير الوقت والجهد والمحافظة على جودة الإنتاج. يعني أنا عندي وجود المقص الكهربائي بيساعد على توفير الوقت وتوفير الجهد المبذول، لأن أنا بقص طبقات عديدة من القماش، اللي هي القماش اللي أنا عملت طبقته على فرد القماش بتاعي، فطلع من عندي إن أنا ببدأ أقص طبقات القماش. فما أقص طبقات القماش بقصها بالمقص الكهربائي اللي هو المستدير أو المستطيل أو المنشار. تعالوا مع بعض نشوف التعريفات كده مع بعض. يبقى أهمية المقصات الكهربائية في الخط الإنتاجي اللي هي توفير الوقت والجهد والمحافظة على جودة الإنتاج ولسهولة عملية القص، حيث أنها تقص طبقات عديدة من القماش في أقل وقت وجهد وسرعة في الإنتاج. يبقى دي أهمية المقصات الكهربائية في الخط الإنتاجي. يبقى المقصات الكهربائية بتعمل ايه؟ بتعمل على توفير الوقت والجهد والمحافظة على جودة الانتاج وسهولة عملية القص، حيث انها تقص طبقات عديدة من القماش في اقل وقت وجهد وسرعة في الانتاج. يبقى السؤال اللي هيجي لي هنا بيقول لي اذكر انواع المقصات الكهربائية المستخدمة في عملية القص لصناعة الملابس الجاهزة، وما هي اهمية استخدام المقصات الكهربائية. يبقى احنا بنقول أهمية المقصات الكهربائية ان هي بتوفر الوقت والجهد، وبتساعد في عملية القص كميات كبيرة وزيادة الانتاج. انواع المقصات اللي هو المقص الكهربائي المستدير، المقص الكهربائي المستطيل، والمقص الكهربائي الشريط. هنتكلم عن المقص الكهربائي المستدير. اول مقص عندي المقص الكهربائي المستدير. ايه هو بقى استخداماته؟ اجزاؤه ايه؟ يستخدم في قص عدد طبقات قد ايه؟ كل ده هناخده مع بعض النهاردة. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده المقص الكهربائي المستدير اجزائه وتعريفه واستخداماته. الغرض من المقص الكهربائي المستدير، اول حاجة يستخدم في قص الخطوط المستقيمة، وخاصة في الرصاصة ذات الطبقات القليلة نسبيا، ويستخدم في جميع انواع الاقمشة المنسوجة او التريكو. يبقى انا عندي المقص الكهربائي المستدير بقول عليه ان هو بيقوم بقص الخطوط المستقيمه وفي الرصاصات ذات الطبقات القليله، ويستخدم في انواع الاقمشه المنسوجه والتريكو. انا بستخدمه في انواع في النوعين، الاقمشه المنسوجه والتريكو، بيقوم بفصل خطوط الباترون اللي هي الخطوط المستقيمه. نكمل مع بعض. طبعا بيوفر برضو الوقت وتكاليف الانتاج، ويوجد منه انواع من المقصات الصغيره المستخدمه في قص طبقه واحده او ثلاث طبقات كحد اقصى بما يتلائم مع قوه السلاح القص. يعني المقصات دي، المقص الكهربائي المستدير في منه انواع بتقص طبقه واحده، وفي انواع بتقص من ثلاث طبقات، وفي النوع اللي هو بيقص من 7 ل 10 طبقات. نكمل مع بعض. اجزاء المقص المستدير، ايه هي اجزاء المقص المستدير؟ طبعا انا عندي اي مقص لازم يبقى فيه الماتور، في اليد تحريك المقص، في السلاح، قاعده المقص، ذراع الامان، طبعا مسن السلاح، وفي اللي هو عندي ذراع الامان.
يبقى انا عندي دي الاجزاء اللي موجوده في المقص الكهربائي المستدير. تعالوا نشوف كل جزء ونشرحه مع بعض. اول حاجه قاعده المقص. قاعده المقص المستدير عندي مصنوعه من الحديد الصلب، يبقى المقص المستدير قاعدته القاعده بتاعته مصنوعه من حديد ايه؟ الصلب. متركب عليه ثلاث عجلات، متركب على اسفل القاعده دي ثلاث عجلات لسهوله ايه؟ لسهوله تحريك المقص اسفل طبقات القماش، لان انا المقص ده بدخله ادي طبقات القماش، بدخل المقص داخل تبقى طبقات القماش تحت السلاح، وابدا احرك من خلال المقبض بقدر احرك المقص دوت. فلازم يكون الايه المقص ده متركب له عجلات لسهوله حركه المقص اسفل طبقات القماش اثناء عمليه القص. يبقى نرجع تاني نتكلم عن قاعده المقص. بقول قاعده المقص مصنوعه من الحديد الصلب ومركب عليها من اسفل ثلاث عجلات لسهوله حركه المقص. نكمل التحريك. طبعا تحريك المقص في جميع الاتجاهات اثناء عمليه القص. يبقى انا اقدر احرك عن طريق القاعده دي بالعجلات ان انا بحركهم في جميع الاتجاهات اثناء عمليه القص. تاني حاجه سلاح القص. طبعا هو اسمه مقص دائري، فالسلاح عندي يبقى شكله دائري، عشان كده هو ليه يطلق على المقص المستدير بهذا الاسم، لان السلاح بتاعه دائري بيتحرك حركه دائريه. يبقى نرجع تاني للسلاح. يبقى سلاح القص عباره عن هو دائري الشكل، يتحرك حركه دائريه، يدور عكس عقارب الساعه. يبقى انا عندي المقص المستدير السلاح بتاعه دائري ويتحرك حركه دائريه ويدور عكس عقارب الساعه، عشان كده يطلق عليه المقص المستدير، لان سلاحه دائري. يسمى بالمقص الدائري ليه؟ لان حركه السلاح دائريه، ويتم التحكم في طاقه القص عن طريق قطر السلاح. يعني قطر السلاح بقى هو اللي بيتحكم لي في حركه القص، او التحكم في طاقه القص. تمام. وقوة الحصان الميكانيكية للمحرك اللي هي سرعة المحرك. يعني أشكال السلاح طبعا دائري أو سداسي الأضلاع أو ثماني الأضلاع. يبقى اللي بيتحكم في قوة السلاح هي قوة الحصان الميكانيكية للمحرك، يعني القوة بتاعة المحرك نفسه هي اللي بتتحكم في سرعة المحرك. وانواع السلاح عندي سلاح، فيه سلاح دائري وشكل السلاح ده شكل اشكال السلاح، فيه دائري فيه سداسي الاضلاع فيه ثماني الاضلاع. نيجي بقى لحافظه السلاح. الحافظه دي اللي هي بيبقى موجود فيها السلاح اللي بتحافظ عليه اثناء القص. محرك السلاح، جهاز سن السلاح، وده اللي هو بيستخدم في سن السلاح لعين الحاجه ليه، بيبقى عباره عن حجر. لما بحس ان السلاح بتاع القص بتاعي محتاج ان هو يتسن، فبيبدا يتحرك ويسن لي السلاح بتاعي. كمل. بعد كده عندي حافظه لتامين السلاح. الحافظه دي عشان تحافظ على السلاح اثناء القص من الالتواء او الكسر. نظام الطاقه اللي هو الموتور والمفتاح ومخرج للتيار اللي هو الفيشه. مقبض لتوجيه السلاح، المقبض اللي انا بحرك من خلاله السلاح، لان المقص ده طبعا حركته بتبقى تقيله جدا، ولازم اللي يشتغل على المقص ده يبقى عنده خبره عاليه جدا في العمل عليه، لان هو حجمه تقيل ولازم يحافظ على اليد اليسرى اثناء عمليه القص. عشان كده بقول في ذراع امان للحفاظ على على الذراع اليسرى اثناء عمليه القص. نيجي بعد كده لجهاز تبريد السلاح اللي هو بيبقى جهاز اضافي. بيتكون من بيتكون من خزان مزود بنظام توزيع، ويحوي هذا الخزان سائل مانع للصدأ او البقع. يعني هو بيحافظ على السلاح وبيبقى مزود بخزان عشان طبعا مانع للصدأ او يحصل بقع اثناء القص، تنزل البقع دي على القماش. يتم توزيع هذا السائل على السلاح اثناء القص، وتبخر هذا السائل يقلل من درجه حراره السلاح، لان السلاح اثناء القص ده
بيسخن، فالسخونية بتاعته دي ممكن تأثر على القماش وممكن تأثر على كمان الشخص اللي بيقص. انا بقول ان احنا بيحافظ دايما على ايده اليسرى اثناء ما هو سير، فايه ان هو بيمشي بيحط ايده كده، فلازم يحافظ على ايده اليسرى. فالسائل ده بيبقى مبرد للسلاح اثناء عملية القص عشان يخفف او يخفض من ايه، من سخونية السلاح اثناء عملية القص. نكمل مع بعض. مؤمن السلاح هو جزء متصل بصورة غير مباشرة بحافظة ايه السلاح، وله وظيفتان هما الحماية، اتنين الحصول على قص ايه جيد، يعني هو بيحمي السلاح والحصول على القص ايه الجيد. مسن السلاح طبعا ده يوجد بجانب السكينة، وهو مكون من اسنان من الاحجار، يعني حجرين يعني تركب على السلاح من الجهتين، يدور حول مركزه اثناء السن. يعني الحجرين دول بيسنوا السلاح وبيدور حوالين السلاح اثناء عملية السن، وده بحتاجه لما احس ان السلاح محتاج يتسن واحس ان هو ما بيقصش كويس اثناء عملية القص. نكمل هنا بقى. السؤال اللي بيجي لي بيقول لي اذكر الغرض من المقص الكهربائي المستدير مع ذكر اهم الاجزاء ليه. ده السؤال اللي بيجي لي على ايه، على المقص الكهربائي المستدير. نكمل بقى تاني حاجة، هناخد المقص الكهربائي المستطيل. كده احنا خدنا المقص الكهربائي المستدير. المقص الكهربائي المستطيل بيختلف عنه، احنا قلنا المستدير ليه سمي بالمستدير ليه، لان سلاحه دائري وبيتحرك حركة دائرية. اما بقى المقص المستطيل بقى شكله ايه، تعالوا نشوفه كده مع بعض. المقص المستطيل زي ما احنا شايفين بيبقى السلاح بتاعه مستطيل. طب اجزاءه ايه او بستخدمه ازاي؟ بقول استخدام المقص الكهربائي المستطيل بستخدمه في ايه، هو اكثر استخداما في مصانع الملابس الجاهزة. يعني المقص ده بيبقى متوفر اكتر في مصانع الملابس الجاهزة. ليه؟ هناك نوعيات عديدة مختلفة الارتفاع وفي شكل سلاح القص، الهدف منها سهولة عملية القص ودقة القص وقص الأقمشة بدون نسل تنسيل للقماش. طبعا المقص ده بيبقى منتشر يعني أكتر شيوعا في مصانع الملابس الجاهزة، لأنه بيقص طبقات عديدة من القماش، وكمان بيبقى أسرع من المقص المستدير، وبيفصل لي كل قطع البطرون، يعني بيقص جميع قطع البطرون، ما بحتاجش المقص تاني مساعد، وبيبقى قوته اقوى، القوة الحصان بتاعه قوة الموتور بتاعه اقوى من المقص الايه المستديل. نرجع تاني مع بعض. ويقوم بقص الاجزاء الكبيرة بابعادها النهائية، ويستخدم في جميع انواع الاقمشة سواء كانت منسوجة او تريكو والجنس والجبردين، ويوفر برضو في الوقت وايه وتكاليف الانتاج. نيجي بقى للاجزاء. اول حاجة سلاح المقص، سلاحه مستطيل بيبقى مكون من سكين مستقيمة وحافة السلاح مستقيمة، ويتراوح طولها من 5 إلى 16 بوصة، ده الطول بتاع السلاح. يبقى انا السلاح عندي هنا ايه مستطيل ماشي، وحافة السلاح ايه مستقيمة، عشان كده سمي بالمقص الايه المستطيل لان سلاحه مستطيل. كمل. عند قص طبقات رصة الأقمشة، أقمشة سميكة وكثيفة، تستخدم حواف سلاح ايه القص المشرشرة. ممكن اغير شكل السلاح، السلاح بدل ما هو مستقيم وناعم بستخدم احيانا السلاح المشرشر لقص ايه الأقمشة السميكة ايه اللي هي بتبقى الرصه بتاعتها بتبقى كبيره. الموجود بالسلاح الخشن تعمل على فصل الرصه باستخدام طاقه اقل، يعني انا لما باجي استخدم السلاح الخشن ده بقلل الطاقه بتاعه الايه المقص، لان الاقمشه السميكه بتبقى طبقاتها بتبقى تخينه جدا، فبتحتاج لحرص شديد وسرعة بطيئة لأثناء القص لقدرة التحكم في قص الطبقات دي، الأقمشة بالذات الأقمشة الصوفية والأقمشة السميكة زي أقمشة اللي هي التنجيد، برضو بتبقى أقمشة تخينة جدا، وأقمشة القطيفة
والأصواف طبعا بأنواعها المختلفة. نرجع تاني مع بعض. بينما تستخدم الحواف الحادة اللي هي الناعمة لقص الأقمشة القابلة للتنسيل، يعني الأقمشة اللي هي قابلة للتنسيل بقص بيها الحواف الناعمة. قاعدة المقص، طبعا قاعدة المقص هنا مسطحة تحمل المحرك الكهربائي اللي هو الموتور والمقبض والسلاح وحافظة السلاح ومؤمن السلاح. يبقى أنا عندي قاعدة المقص، برضو عندي قاعدة بتحمل السلاح وحافظة السلاح والمحرك ومؤمن السلاح. حافظة بقى السلاح ومحرك السلاح وجهاز سن السلاح، طبعا برضو نفس اللي احنا قلناه في المقص الكهربائي المستدير. طبعا حافظة السلاح بتحافظ على السلاح من من التاني او الكسر اثناء عملية القص. محرك السلاح اللي هو المقبض اللي بحرك منه السلاح. عندي جهاز سن السلاح اللي بستخدمه في سن السلاح لحين الحاجة اليه. حافظة لتأمين السلاح. نظام الطاقة اللي هو الموتور، مفتاح اللي هو مخرج للتيار، مقبض لتوجيه السلاح، مؤمن السلاح هو جزء متصل بصورة غير مباشرة بحافظة السلاح وليه وظيفتين. ايه هي هما الوظيفتين؟ اول حاجة الحماية، الحصول على قص جيد. مؤمن السلاح بقى يمكن رفعه او خفضه لتخفيض تغطية النص لسلاحه القص وقبل البدء في القص. يعني انا بعمل مؤمن السلاح ده اللي هو بيضغط لي على طبقات القماش وبيحافظ على خط سير السلاح اثناء عملية القص. يرتكز فوق طبقات الرصة المراد قصها لحماية القائم بالقص من اصابة اصابعه اثناء القص. يبقى هنرجع تاني، يبقى مؤمن السلاح ليه بيعمل ايه؟ يمكن رفعه او خفضه لتغطية نص السلاح. يعني انا اثناء ما انا بحط المقص على طبقات القماش ممكن ارفعه وانزله. طب هو بيعمل ايه بقى دوت؟ بيرتكز فوق طبقات الرصه المراد قصها لحمايه القام. يعني هو بيضغط على طبقات القماش ومع سير السلاح بيحافظ على اليد اليسرى للقائم بعمليه القص للعامل من الاصابه اثناء عمليه القص. واحنا عارفين ان سلاح الامان ده مهم جدا، ذراع الامان ده مهم جدا لحمايه يد اليسرى للعامل. عندما ترتكز قاعده مؤمن السلاح بخفه فوق سطح الرصه تعمل على تثبيتها وتمنع حدوث تجعد او ازاحه في طبقات القماش. يعني ذراع الامان ده كمان بيعمل ايه؟ بيعمل ان طبقات القماش بتاعتي ما تتحركش اثناء عملية القص او تتني او تغير من شكلها، لان ممكن ده لو حصل اثناء عملية القص بيغير لي في شكل المنتج، ممكن يعمل لي اخطاء في عملية القص. نرجع تاني، يجب الا يزيد ارتفاع طبقات القماش عن الحد الاقصى لارتفاع قاعدة مؤمن السلاح. يعني لازم يكون في ارتفاع محدد لطبقات القماش لارتفاع السلاح، يعني ولا يزيد ولا يقل عن العدد المطلوب للقص. بعد كده عندي جهاز تبريد السلاح الاضافي، يتكون من خزان مزود برضه بنظام توزيع، ويحوي هذا الخزان سائل مانع للصدأ او البقع، نفس اللي احنا قلناه في الجهاز اللي فات. ويتم توزيع هذا السائل على السلاح اثناء القص لتقليل من درجة حرارة السلاح. يبقى السائل ده بيعمل بيعمل على تخفيض درجة حرارة السلاح اثناء عملية القص، وبيمنع بيخفض سخونة السلاح لعدم الاصابة او عدم حدوث حوادث اثناء عملية القص. نكمل بقى. عملية التبريد اللي هي التبريد اللي بتتم فهي اختيارية وغير ضرورية لكل عمليات القص. يعني انا مش كل مرة بعمل عملية تبريد للسلاح، ومطلوبة في حالات معينة. يعني انا بعملها في حالات معينة لتقليل الحرارة الناتجة عن عملية احتكاك السلاح بالقماش. يعني انا في اقمشة معينة زي الاقمشة اللي فيها نسبة كهرباء عالية او فيها نسبة بوليستر عالية، دي انا ممكن استخدم معاها السائل اللي هو اللي بيخفض لي حرارة السلاح، لان الاقمشة دي بتطلع طاقة مع سخونة السلاح وهو بيقص
فبتأثر ممكن تأثر عليه. فلذلك ان انا ممكن استخدمها مع بعض الاقمشه اللي فيها ايه بوليستر او فيها الياف صناعيه، هي دي اللي ايه بتحتاج دايما بيحتاج السلاح دايما لتبريده اثناء عمليه القص. نيجي بقى لمسن السلاح. بقول له مسن السلاح عباره عن ايه؟ عباره عن حجر للسن او شريط السن، وكلاهما مصمم لاعطاء درجات مختلفه للحديه في سلاح القص. يعني انا بستخدم الحجر دوت في ايه؟ في سن السلاح لحين الحاجه ليه، لان السلاح بتاعي ممكن يبقى يجي الوقت وانا من كتر ما بستعمله ان هو بيبقى ايه محتاج يتسن لانه ما بيقصش كويس. طبعا تؤثر زاوية المسن وخشونة سطحه على جودة سن السلاح. يعني سن السلاح ده ليه مواصفات خشن اللي هو عبارة عن حجر، الحجر ده بيبقى بيتحرك مع السلاح لسنه، فلازم ايه يبقى خشن لسن السلاح ويديني جودة في عملية السن. طبعا اكتر بان جهة السلاح عند السن اللي هما الحجرين، ويمكن فكهم واستبدالهم عند التلف، لان السلاح الحجر ده ممكن من كتر استعماله طبعا بيبرد بيبقى خلاص ايه يعني تلف، فلازم اغيره واجيب ايه حجر تاني. ولازم الحاجات اللي هي لازم بتتغير في المقص، وعشان احافظ على جودة القص وجودة المقص طبعا مثلا السكينه ده لازم يتغير، اللي هو الحجر دوت، زراع الامان لو كسر برضو بغيره. دي من الحاجات الهامه جدا اللي انا بهتم بيها. وده برضو السلاح، شكل السلاح لو السلاح حصل فيه اي خدش او غي تغيير في شكله برضو بغير السلاح عشان احافظ على جوده القص بتاعي. نرجع تاني مع بعض. هنا بقى السؤال اللي هيجي لي بيقول لي اذكر مع الشرح المقص الكهربائي المستطيل مع ذكر استعماله. يعني انا اقول ايه هو ايه تعريف المقص الكهربائي المستطيل واقول استعمالاته ايه. هناخد بقى هنا مقارنة بين المقصين، المقص الكهربائي المستدير والمقص الكهربائي المستطيل، هنقارن بينهم. طبعا احنا عندنا هنا في وجه المقارنة في المقص الكهربائي المستدير ومقص الكهربائي المستطيل. هنا من الرسم انا بلاحظ ان شكل المقصين مختلف. هنا المقص الكهربائي المستدير بيبقى السلاح بتاعه دائري، اما المقص الكهربائي المستطيل السلاح بتاعه مستطيل. هنا الموتور، طبعا قوة الموتور بتاعة المقص الكهربائي المستدير اقل من قوة الموتور بتاع المقص الكهربائي المستطيل. مقص الكهربائي المستطيل قوة الموتور بتاعه اعلى، بيبقى نسبة في مروحة مزود بمروحة ومبرد للموتور، وبيشتغل فترة أطول من المقص الكهربائي المستدير. طبعا المقص الكهربائي المستدير بستخدمه في فصل قطع البترول والخطوط المستقيمة، لكن المستطيل بيقص لي الدورنات والحرادات والايه وفصل قطع البترول. الأجزاء بتاعة المقص، عندي القاعدة بتاعة المقص المستدير بتبقى قاعدة مستديرة مركب عليها ثلاث عجلات، لكن المستطيل بتبقى قاعدة مستطيلة ومركب عليها اربع عجلات. طبعا والعجلات هنا وظيفتهم الاثنين سهولة تحريك المقص اثناء عملية القص. تعالوا بقى نشوف كل جزء كده من وجه المقارنة، كل جزء هنشتغل عليه ازاي. اول حاجة الاستخدامات، طبعا مقص الكهربائي المستدير يستخدم في قص الخطوط المستقيمة في الطبقات القليلة، ويستخدم في جميع أنواع الأقمشة المنسوجة أو التريكو، ويوفر الوقت وتكاليف الإنتاج. يبقى أنا عندي المقص الكهربائي المستدير يستخدم في قص الخطوط المستقيمة في الطبقات القليلة، ويستخدم في جميع أنواع الأقمشة المنسوجة أو التريكو، ويوفر في الوقت وإيه وتكاليف الانتاج. المقص الكهربائي المستطيل بقى هو اكثر استخداما في مصانع الملابس الجاهزة. واحنا قلنا ان المقص الكهربائي المستطيل بيبقى متواجد في مصانع الملابس لانه بيبقى قوة الموتور بتاعه اعلى، وكمية طبقات القماش اللي بيقصها بتبقى كبيرة، وبيقص جميع طبقات القماش، وبيوفر لي في الوقت والجهد بتاعي.
يبقى هقول هنا المقص الكهربائي المستطيل هو أكثر استخداما في مصانع الملابس الجاهزة. هو طبعا يوجد منه نوعيات عديدة ومختلفة الارتفاع في شكل السلاح، الهدف منها سهولة عملية القص ودقة القص وقص الأقمشة بدون نسل يعني بدون تنسيل، وقص الأجزاء الكبيرة بأبعادها النهائية، ويستخدم في جميع أنواع الأقمشة سواء كانت منسوجة أو تريكو والجينز والجبردين، ويوفر طبعا في الوقت وتكاليف الإنتاج. فاحنا هنا استخدامات المقص الكهربائي المستطيل أعلى من استخدامات المقص الكهربائي المستديل، وأغلبية الورش الصغيرة بتستخدم المقص الكهربائي المستديل. نكمل بقية المقارنة. نيجي بقى لسلاح الايه المقص. سلاح المقص احنا عارفين المقص الكهربائي المستدير بيبقى سلاحه دائري، المستطيل بيبقى سلاحه مستطيل. هنا بقى نقول طبعا مقص الكهربائي المستدير دائري الشكل، يتحرك حركة دائرية يدور عكس عقارب الساعة، ويسمى بالمقص الدائري ليه؟ لأن حركة السلاح ايه دائرية، ويتم التحكم في طاقة القص عن طريق قطر السلاح. يبقى أنا السلاح يبقى المقص الكهربائي المستدير ليه سمي بهذا الاسم؟ لأن ايه السلاح بتاعه دائري وبيتحرك حركة دائرية ويدور عكس عقارب ايه الساعة. وقوة الحصان الميكانيكية المحرك، سرعة ايه اللي هو سرعة المحرك، وأشكال السلاح طبعا دائري او سداسي الاضلاع او ثماني الاضلاع. طبعا هنا انا عندي قوه اللي بيتحكم في سرعه السلاح قوه الحصان بتاعه الحركه الميكانيكيه بتاعه السلاح. نيجي بقى للمقص الكهربائي المستطيل. طبعا سلاحه مستطيل، سكين مستقيمه وحافه السلاح مستقيمه، ويسمى بالمقص الترددي لان حركه السلاح ايه حركه تردديه علويه سفليه. بما المقص الكهربائي المستطيل سمي بالمستطيل ليه؟ لأن سلاحه مستقيم وبيتحرك حركة ترددية علوية سفلية. يبقى دي عرفنا ايه الفرق بين الاتنين، ده ليه اسمه مستدير وده ليه اسمه مستطيل. المستدير حركة السلاح بتاعه حركة ايه دائرية وسلاحه دائري، المستطيل بيبقى حركة السلاح بتاعه حركة السلاح بتاعه مستطيل وايه حركته حركة ترددية علوية سفلية. نرجع تاني لموضوعنا، احنا بنقول هنا المقص الكهربائي المستطيل سلاحه مستطيل والسكين السكينة بتاعته مستقيمة وحافة السلاح مستقيمة، يسمى بالمقص الترددي ليه؟ لأن حركة السلاح حركة ترددية علوية سفلية، وتستخدم حواف سلاح القص المشرشر بستخدم أحيانا السلاح المشرشر بستخدمه في الأقمشة الايه اللي هي الثقيلة اللي لأن الحف بتاعه ايه خشن، فبيعمل لي بيقص طبقات اللي هي الأقمشة اللي محتاجة طاقة عالية. طبعا أنا عندي هنا تأثير الشرشرة الموجودة بالسلاح الخشن تعمل على فصل الرصة باستخدام ايه، طبعا أنا بقلل سرعة السلاح أثناء عملية القص، بينما تستخدم الحواف الحادة اللي هي ناعمة لقص الأقمشة القابلة للتنسيق اللي هي الأقمشة البسيطة الخفيفة. نيجي بقى لقاعدة المقص. احنا قلنا هنا قاعدة المقص المستدير بتبقى مستديرة، قاعدة المقص المستطيل بتبقى مستطيلة. تعالوا نشوف الشرح بتاعها. قاعدة المقص المستدير مصنوعة من الحديد الصلب على عجلات لسهولة الحركة لتحريك المقص في جميع الاتجاهات اثناء عمليه القص. يعني انا ايه قاعده المقص برده مصنوعه من حديد الصلب مركب عليه ايه عجلات لسهوله تحريك المقص اسفل طبقات القماش اثناء عمليه القص. طب المستطيل بقى القاعده مسطحه تحمل المحرك الكهربائي اللي هو الموتور والمقبض والسلاح وحافظه السلاح ومؤمن السلاح. يبقى انا عندي القاعدة اللي هي المسطحة بتحمل المحرك الكهربائي والموتور والمقبض والسلاح وحافظة السلاح ومؤمن السلاح. نيجي بقى لمسن السلاح. طبعا مسن السلاح احنا عارفين ان هو عبارة عن حجر لسن ايه السلاح اثناء عملية القص.
في المقص المستدير يوجد جانب السكينة، وهو مكون من اسنان من الأحجار تركب على سلاح السلاح من ايه من الجهتين، فيدور حول مركزه أثناء ايه أثناء السن. المقص الكهربائي المستطيل بقى عبارة عن حجر للسن أو شريط السن، يعني ممكن يبقى فيه حجر وممكن يبقى فيه شريط لسن السلاح، وكلاهما مصمم لإعطاء درجات مختلفة للحدية في السلاح، وتؤثر زاوية المسن وخشونته على سطح جودة سن السلاح. يعني كل ما الحجر ده يبقى خشن، كل ما السلاح يبقى بتاعي يديني ايه يديني قص جيد، ويبقى السلاح بتاعي حاد أثناء عملية القص. تمام، نكمل. مؤمن السلاح، طبعا احنا قلنا مؤمن السلاح ده لو بيحافظ على اليد اليسرى للعامل أثناء عملية القص. هو جزء طبعا في المستدير، وهو جزء متصل بصورة غير مباشرة بحافظة السلاح، وله وظيفتان، وهما الحماية، الحصول على قص جيد. يبقى هو وظيفة مؤمن السلاح الحماية والحصول على قص جيد. في المقص الكهربائي المستطيل بقى، مؤمن السلاح يمكن رفعه او خفضه، يعني ممكن احركه، لكن في المستدير طبعا ثابت. رفعه او خفضه لتغطية نصل سلاح القص، يعني انا عشان احط طبقات القماش قبل البدء في القص برفعه وبعدين بنزله تاني بعد ما ما بدخله تحت طبقات القماش. يرتكز فوق طبقات الرصة المراد قصها، يعني بيضغط بيعمل لي عملية ضغط زي الدواسة كده، بيعمل لي عملية ضغط على طبقات القماش أثناء عملية القص لحماية القائم بالقص من إصابة أصابعه أثناء عملية القص. طبعا أنا وأنا بقص بقعد أضغط على طبقات القماش علشان القماش ما يتحركش مني، فهو ذراع الأمان ده بيعمل نفس الموضوع ده، إن هو بيضغط على طبقات القماش أثناء عملية القص. يعني طول ما أنا ماشية هو هو المقص ماشي، وانا طبعا انا حاطط ايدي، العامل بيبقى حاطط ايده على طبقات القماش، وهو ذراع الامان بيبقى ضاغط على طبقات القماش اثناء عملية القص، فبيساعد العامل وفي نفس الوقت بيحافظ على ايده من الاصابة اثناء عملية القص. طب نرجع تاني. عندما ترتكز قاعدة مؤمن السلاح بخفة فوق سطح الرصة تعمل على تثبيتها، يعني انا وهي لما بتضغط على طبقة الطبقات القماش بتعمل على تثبيت الطبقات دي، وتمنع حدوث تجعد او ازاحة في طبقات القماش، يعني بتخليش القماش يتحرك اثناء عملية القص. احنا عارفين ان احنا المقص بيبقى تقيل جدا، واثناء الحركة على الطاولة بتاعة القص بيبدأ الطبقات ترتفع، فممكن تتحرك الطبقات. لا، هو بيمنع حركة الطبقات او ازاحة الطبقات دي، ويخلي الطبقات ثابتة علشان ما يحصلش اي اخطاء اثناء عملية القص، او يحصل هادر ودي او يحصل عيوب من عملية القص. رقم 4، يجب الا يزيد ارتفاع طبقات القماش عن الحد الاقصى لارتفاع قاعدة مؤمن السلاح. احنا عارفين ان مقص الكهرباء المستدير بيبقى المستطيل بيبقى الطبقات بتاعته بتبدأ من 10 من 15 ل 30 طبقة، لكن المستدير بيبقى من 7 ل 10 طبقات بس، لأن السلاح بتاعه ارتفاع السلاح بتاعه صغير. لكن مقص الكهرباء المستطيل ارتفاع السلاح بتاعه كبير، فبيبقى عدد الطبقات بتاعته اللي هو طول الطبقة ما تزيدش عن ما تزيدش عن 30 سم. نكمل مع بعض. احنا كده اخدنا المقارنة بين المقص الكهربائي المستدير المقص الكهربائي المستطيل. المطلوب منك ان انت تروح تعمل نفس المقارنة دي النهاردة، وتذاكرها كويس جدا، وتعملها في ورقة فلوسكاب. تعمل اللي انا قلته ده تعمله على ورقة فلوسكاب، هيلخص الدرسين مع بعض، وهيتقدر تذاكر كويس جدا المقصين، ومش مش مش هتنساهم لو احنا لو انت عملت الموضوع ده النهاردة وقارنت بين المقصين. هنكمل مع بعض بقى، هناخد بعض الأسئلة على اللي احنا أخدناه. أول حاجة هناخد أكمل، بيقول لي هنا المقص المستدير قاعدته نقط لتحريك الجهاز، بينما المقص المستطيل قاعدته بها نقط. يبقى هنا هنقول المقص المستدير قاعدته بها عدد 3 عجلات، لكن مقص الكهرباء المستطيل
قاعدته فيها 4 عجلات. طبعا شكل القاعدة في المقص المستدير بتبقى القاعدة ايه؟ مستديرة، لكن في المستطيل بتبقى قاعدة مستطيلة. يتحرك السلاح في المقص الكهربائي المستدير حركة ايه؟ احنا قلنا حركة دائرية. ليه؟ لان السلاح دائري الشكل، بينما حركة السلاح في المقص الكهربائي المستطيل بتبقى حركته ايه؟ ترددية علوية سفلية، لان السلاح ايه؟ مستطيل. هناخد بقى ايه المقص الكهربائي الايه الشريط. انا عندي نوعين من المقصات في المقص الكهربائي، عندي المقص الكهربائي الشريط اللي هو المنشار، والمقص الكهربائي الشريط. هناخد دلوقتي الاجزاء بتاعه المقص الكهربائي الشريط، وهنعرف استخداماته ايه في المصنع وفي الخط الانتاج. احنا عندنا دلوقتي 3 انواع من المقصات: المقص الكهربائي المستدير، والمقص الكهربائي المستطيل. المقص الكهربائي الشريط لازم يبقى معاه احدى المقصين دولت، يا اما المستدير يا اما المستطيل، لان المقص الكهربائي الشريط بيقص قطع معينه او بيعمل لي استنباط معينه لي في اثناء عمليه القص. لكن اللي لازم يبقى معاه يا اما بيبقى معاه المقص الكهربائي الشريط المستدير او المقص الكهربائي المستطيل، حسب إمكانية الإنتاج اللي طالع من المصنع. فهو لو مصنع كبير بيبقى معاه المقصين اللي هو المستطيل والمنشار مع بعض، مع المقصات الصغيرة اللي هي بتساعد في عملية الإنتاج. نكمل مع بعض كده المقص الكهربائي الشريط. طبعا هنا بقول يعتبر المقص الكبير من أهم المعدات التي توجد داخل مصانع الملابس الجاهزة، وذلك لسهولة عملية القص. المقص ده بيبقى حجمه كبير جدا ومزود بطاولة لفرد طبقات القماش، وبيطلع لي كمية انتاج عالية جدا، ويعتبر ان هو بيزود لي في عملية الانتاج داخل المصنع، وبيبقى من اهم المعدات والالات اللي موجودة في المصانع الكبيرة. يعني ده ما بيبقاش موجود في المصانع الصغيرة، بيبقى موجود في المصانع الكبيرة. واحنا عندنا بعض المدارس اللي عندنا مزودة بالمقص ده في الورش بتاعتها. مقص طبقات عديدة وتوفير الوقت والمجهود، وتوجد انواع مختلفة منه تختلف في ايه؟ في السلاح. يعني انا بيختلف السلاح، هو نوع السلاح اللي بيختلف، يا اما بيبقى سلاح شريط يا اما بيبقى سلاح منشور. ده الاختلاف بتاع المقصين. نكمل. طبعا هي ايه المقص الكهربائي الشريط دوت بيبقى هي ماكينه تعمل بشريط القص الحاد. يعني السلاح بتاعه ده بيبقى حاد جدا، السلاح بتاع المقص ده بيبقى حاد جدا اثناء اثناء القص، وهو بيتحرك بيقص لي طبقات القماش. يعني السلاح المقص ده ثابت، اللي بيتحرك حواليه هي الطبقات، لكن هو ما بيتحركش لان هو ثابت، والسلاح بيبقى داخل في قلب الترابيزه بتاعه القص، وبيبدا يقص الطبقات اللي اللي موجوده قدامه. ونرجع بقى تاني بقول هو ايه، هي ماكينه تعمل بشريط القص الحاد، وهي ذات سلاح حاد لقص جميع انواع المنسوجات. يعني بيستخدم في جميع انواع المنسوجات، سواء سميكه او او خفيفه او متوسطه. تم تطويره بإضافة محرك ضخ، يعني هو تم تطوير المقص دوت بإضافة محرك محرك ضخ الهواء من فتحات خاصة بالقرصة. يعني بزود فتحات في القرصة بتاعة القص، وذلك لجعل الكم من الأقمشة خفيفا أثناء عملية القص. احنا بنقول في المنضدة اللي احنا اخدناها قبل كده، في منضدة المنضدة المثقبة، ان هي مزودة بهواء من اسفل لايه؟ لشفط الهواء الموجود في طبقات القماش، عشان القرصة تبقى بالنسبة لي كأنها قطعة واحدة، واقدر احركها اثناء عملية القص. هو بقى المقص الكهربائي ده الشريط تم تزويد المنضدة بتاعته بتاعة القص بالثقوب الهواء دي، مضخات الهواء دي، عشان تبقى تحافظ، تخلي طبقات القماش ما فيهاش هواء،
وسهلت التحرك اثناء عمليه ايه عمليه القص، ما تتعبش اللي هو قائم بايه بالعامل اللي قائم على الماكينه، ما تتعبوش اثناء عمليه القص. نرجع تاني بقى لموضوعنا، يبقى تم تطويره باضافه محرك ضخ الهواء من فتحات خاصه بالقرصه، وذلك لجعل الكم من الاقمشه خفيفا اثناء عمليه القص لتسهيل عمليه تحريك ايه تحريك القماش. هنا بقى السؤال اللي بيجي في الجزء ده بيقول لي ما الغرض من استخدام ماكينه القص الشريط؟ ما الغرض من استخدام ماكينه القص الشريط؟ نيجي بقى نشوف اجزاء ماكينه القص الشريط، ايه هي اجزائها؟ طبعا ده الشكل اللي هو موجود عندنا في الكتاب، منضده موجود من مركب من منضده، طبعا الجسم العلوي، السلاح، طبعا ده الشكل بتاع الماكينه. تعالوا بقى نشوف تاني كده. تتركب الماكينه من جزئين هامين، هما ايه؟ جسم الماكينه والقرصه اللي احنا شايفينه في الجهاز، جسم الماكينه اللي هو بيبقى فوق والقرصه اللي بحط عليها طبقات القماش. ادي شكل الايه المقص بتاعي، مكون من ايه من القاعده بتاعت القرصه اللي هي موجود عليها القماش، والجسم بتاع الماكينه. جسم الماكينه بتاعي موجود فيه طارتين، طاره اللي هي الجانبيه والطاره العلويه، وتحت اسفل القرصه في الطاره السفليه او الطاره القائده، وعندي السلاح اللي هو موجود قدامي هنا اللي هو بين الطارتين، الطاره العلويه والطاره السفليه او القائده، وفي عندي اللي هو الشريط اللي هو متصل بالسلاح ومتصل بالثلاث طارات، وعندي اللي هي الجشمه اللي هي بتحافظ على ايه توازن السلاح، وعندي اللي هو لكم التوازن اللي موجودة أسفل القرصة، دي اللي هي بتحافظ على إيه؟ على توازن السلاح أثناء السير. لكم التوازن موجود منها اتنين أسفل القرصة واتنين أسفل وجه الماكينة، والاتنين دول بيحافظوا على توازن السلاح أثناء السير، لأن احنا زي ما احنا شايفين كده إن السلاح بتاع المسافة بين القرصة وبين وجه الماكينة مسافة كبيرة جدا، فلازم السلاح ده يبقى فيه حاجه بتحافظ على توازنه ومنعه من الالتواء او ايه او الكسر اثناء عمليه القص. وطبعا في الموتور، هناخد بقى كل جزء من الاجزاء دي وهنشرحها بالتفصيل. اولا جسم الماكينه، جسم الماكينه بيتركب من ايه؟ بيتركب من الطاره العلويه اللي هي الطاره التابعه، والمحور العلوي، والفرشه اللي احنا شايفينها، الطاره العلويه والطاره التابعه والمحور العلوي والفرشه. شوف تاني مع بعض. وبعد كده عندي الجشمه، عندي السياج، عندي السلاح، عندي لكم التوازن، ماشي، اللي احنا شايفينها في الايه في الرسمه بتاعتنا اللي هو ايه السياج والايه ولكم التوازن، ماشي. ثانيا عندي الاجزاء الملحقه بالقرصه اللي هي الطاره السفليه اللي هي الطاره القائده والموتور، الطاره السفليه والموتور ده الموجودين اسفل ايه القرصه، عندي مفتاح التشغيل، وعندي المحرك الكهربائي. هنا بيقول لي اذكر اهم اجزاء ماكينه القص الشريط مع شرح خمس اجزاء من الاجزاء الهامه. ادي المقص الكهربائي الشريط، ماشي. اول حاجه هنتكلم عنها جسم الماكينه. جسم الماكينه هو الهيكل المعدني مصنوع من الحديد الزهر لسهوله تشكيله. يبقى انا عندي الماكينه مصنوعه من الحديد الزهر، ليه؟ لسهوله تشكيل. مركب على قرصه من الخشب، ويحتوي على جميع الاجزاء الخاصه من الماكينه التي تقوم بايه بتشغيلها. يعني جسم الماكينه ده بيبقى هو هيكل معدني مصنوع من الحديد الصلب، الحديد الزهر لانه سهل التشكيل، ومركب على قرصه من الخشب، ويحتوي على جميع الاجزاء الخاصه من الماكينه التي تقوم بايه بتشغيلها.
يبقى دي ايه؟ ده الجسم الماكينة ومركب على القرصة ويحتوي على جميع اجزاء ايه؟ الماكينة. تاني حاجة ايه؟ القرصة. القرصة هي القاعدة المثبت عليها جسم الماكينة المعدني. يبقى القرصة بتبقى القاعدة اللي هي مثبت عليها جسم ايه؟ الماكينة. هي مصنوعة من الخشب مغطاة بطبقة من الفورمايكا. يبقى القرصة دي مصنوعة ايه؟ مصنوعة من الخشب ومغطاة بطبقة من الفورمايكا. ليه مغطاة بطبقة من الفورمايكا؟ لسهولة تحريك ايه؟ طبقات القماش عليه اثناء عملية القص. وطبعا احنا بنقول مغطاة بطبقة من الفورمايكا ليه؟ للحفاظ على القماش من ايه؟ التنسيل، او ان هو يحصل له اي تشوهات اثناء عملية ايه؟ القص. يبقى انا عندي القرصة بتبقى هي القاعدة المثبتة عليها جسم الماكينة المعدني، هي مصنوعة من الخشب ومغطاة بطبقة من الفورمايكا لسهولة تحريك طبقات القماش عليها أثناء عملية إيه؟ القص. دي الإيه؟ دي الإيه؟ القرصة اللي هي إيه؟ موجودة في المتركب عليها الإيه؟ أجزاء الماكينة. طبعا هنا بقول لوجود الفتحات الخاصه بالقرصه، ان احنا الفتحات اللي احنا قلنا عليها وهي مزوده بثقوب، يعني القرصه دي فيها فتحات فيها ثقوب وبها كرات صغيره اللي هي ايه؟ زي البلي كده، وهذا الجزء يخرج من الفتحات ويرتفع الى اعلى القرصه لتسهيل عمليه انزلاق القماش عليه. يعني اللي احنا بنقول عليها اللي هي مضخات الهواء اللي موجوده على اسفل القرصه لسهوله حركه ايه؟ القماش، وان القماش ما يبقاش صعب الحركة بتاعته على طبقات القماش. تمام. نيجي بقى للسلاح. بقول السلاح هو ايه؟ السلاح الخاص بالقص، وهو خفيف الوزن مصنوع من الصلب، وهو عبارة عن شريط مستقيم متصل، ويجب ان يكون اتجاه السلاح الى ايه؟ الى اسفل اثناء عملية القص. بقول تاني، هو السلاح الخاص بايه؟ بالقص، وهو خفيف الوزن مصنوع من الصلب، عبارة عن شريط مستقيم متصل، ويجب ان يكون ايه؟ اتجاه السلاح الى اسفل اثناء عملية القص. هو الشريط ده بينزل بيبقى ايه؟ بيتحرك الى اسفل القرصة، يعني بيفضل يتحرك الى اسفل القرصة. ليه؟ ليه؟ لان الحرك بيسهل عملية ايه؟ القص. زي ما احنا شايفين كده بيبقى الشريط من اول الطارة العلوية اللي هو سلاح القص، بيبقى من اول الطارة العلوية لغاية فين؟ لغاية الطارة السفلية. محرك الكهربائي هو خاص بتشغيل الماكينة وقوته، تختلف من ماكينة الى اخرى حسب حجمها ونوعها، ومثبت اسفل ايه؟ الكرسة. يبقى الموتور ده بيبقى موجود اسفل الكرسة، وهو خاص بتشغيل الماكينة، ان هو بيوصل الطاقة الكهربية بيحولها الى طاقة حركية لتشغيل السلاح. يبقى انا عندي ايه؟ المحرك الكهربائي ده هو المحرك اللي بيوصل لي الطاقة الكهربائية للمقص. يبقى اقول هو خاص بتشغيل الماكينة وقوته، تختلف من ماكينة الى اخرى حسب حجمها ونوعها، ومثبت اسفل ايه؟ الكرسي. ده الموتور اللي احنا شايفينه اهو موجود اسفل فين؟ اسفل الكرسة، زي ما احنا شايفينه في الرسمة كده، وهو ده اللي بيحرك لي المقص بتاعي، وبيحرك السلاح للقص. خامس حاجة محرك الهواء. يضخ الهواء داخل الفتحات بالقرصة، هو اللي بيضخ لي الهواء اللي موجودة في الفتحات الموجودة بالقرصة الخشبية عن طريق بلور أسفل القاعدة بواسطة خرطوم موصل بمدخل الهواء، وهو مثبت أسفل القرص. احنا بنقول ان القرصة بتاعت المقص هي مزودة بفتحات مضخات هواء. احنا بنقول زي ما احنا شرحناها قبل كده في المنضدة اللي هي المثقبة، هي نفس تركيب المنضدة المثقبة، بس هنا بيساعد ان هو بيخلي طبقات القماش سهلة الحركة على القرصة، والقرصة دي طبعا مغطاة بطبقة من الفورمايكا. ليه؟ عشان القماش يتحرك بسهولة جدا لما تكون الفتحات دي بتعمل لي مضخات الهواء، فتخلي ايه؟ فتشفط كل الهواء اللي موجود في طبقات القماش، فبتخلي طبقات القماش كلها قطعة واحدة، فسهلت ايه؟ ان انا اتحكم في حركتها اثناء عملية القص. وده مهم جدا، ان انا ازاي اقدر اتحكم في حركة طبقات القماش اثناء عملية القص،
فهو المضخات دي بتخلي طبقة القماش بتاعتي قطعة واحدة، كأنها قطعة واحدة، أقدر أحركها بسهولة جدا لأن مفيش هوا جوه طبقات القماش، وبتبقى عبارة عن طبقة سميكة كأنها طبقة سميكة مع بعضها. نكمل مع بعض. يبقى هنا دي ايه، هناخد بس بعد كده مفاتيح التشغيل. بقول مفاتيح التشغيل هي عبارة عن 3 مفاتيح، انا عندي 3 مفاتيح للتشغيل. اول حاجة مفتاح لتشغيل محرك الهواء، بعد كده عندي زرار الإدارة اللي هو نقل الكهرباء إلى المحرك ومنها إلى جميع أجزاء المقص. يبقى أنا عندي أول حاجة مفتاح تشغيل لمحرك الهواء، وبعد كده تاني حاجة زرار الإدارة ده اللي هو بشغل منه الكهرباء، بعمل نقل الكهرباء إلى المحرك ومنها إلى جميع أجزاء المقص. تالت زرار بقى اللي هو زرار الإيقاف، وهو خاص لتوقيف الحركة الميكانيكية للماكينة والسلاح. نيجي بقى ايه للطارات الموجودة داخل المقص. ايه هي الطارات الموجودة داخل المقص؟ طيب احنا عندنا هنا طبعا انا اخدت عندي 3 طارات، الطارة القائدة والطارة التابعة والطارة الجانبية. طارة الإدارة هي 3 طارات في حجم واحد، هما 3 طارات في حجم واحد على هيئة مثلث قواعده خاصة على الهيكل المعدني، أحدهما علوية والأخرى سفلية. هقول هي 3 طارات في حجم واحد على هيئة مثلث على قواعد خاصة على الهيكل المعدني، أحدهما علوية والأخرى سفلية، والطارة الثالثة مكملة في الجهة اليمنى من الطارات وتعمل جميعا على محاور خاصة. ال3 طارات دولت وظيفتهم ان هم يوصلوا لي الحركة الميكانيكية الحركة الكهربية بتاعت السلاح، الحركة نفسها من الشريط للسلاح عشان السلاح يقص. يعني ال3 طارات دولت بيعملوا ايه؟ بيوصلوا لي الحركة للسلاح عشان السلاح يبدأ في عملية القص. كل طارة من دول واحدة بتاخد الطاقة بتاعتها من الموتور، والتانية بتاخد الطاقة بتاعتها من الشريط، وتوصل من الشريط للسلاح بدءا للقص. ده شكل ال3 طارات وشكل السلاح الشريط اللي هو بيوصل لي السلاح مع بعض. احنا هنتوقف لغاية الجزء دوت وهنكمل مع بعض الحلقة القادمة، هنكمل بقية شرح المقص الشريط. بس اهم حاجة ان احنا نعمل المقارنة ونذاكر المقارنة بين المقصين مع بعض. احنا كده اخدنا مقارنتين، اخدنا المقارنة بين جهاز فرد القماش المنسوج وجهاز فرد القماش التريكو، والنهاردة اخدنا مقارنة بين المقص الكهربائي المستدير والمقص الكهربائي المستطيل. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونبدأ نذاكر عشان الامتحانات على الابواب خلاص، فربنا وفقكم إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.